اول حاجه كنشكر قناه شوف تي في على هذه المبادره الطيبه. حنا خصنا نعرفوا هذا المنتدى الدولي اللي جاو من اجتماع في مدينه العرائش على المدن العتيقه العريقه القديمه، كيفاش هذا الشيء هذا اللي كنشوفوا دابا حنا، هذا خطر اللي امامنا، كل نهار كيطيح الطرف الحجر حنايا كيشطبوه السكينه. لهذا كنطلبوا من المسؤولين يجيو ويشوفوا بحال هذا الخطر اللي كيسبب لنا حنايا هنايا الاطفال ديالنا يقدروا يطيحوا يقدروا يموتوا. والشارع الدار هذه مخبع ما كتبانش، شارع صدر الاعظم درب صغير مدينه العرائش، لازم نشوفوا الحل ديال هذه الدار هذه. هذه راه كتمثل الخطر للاطفال هنايا، وراه السكينه كامله كتعاني اي وقت، راه طايحه كامله من داخل اخي الكريم، كامله طايحه من داخل. دابا راه السكينه ولات كتخاف تخلي العيال ديالي يدوروا هنايا، كل نهار كيطيح طرف من هنايا، دابا راه ربت كامله من داخل. والسكنه مع الاسف الشديد كطلع على الجهه ديال البحر، باب البحر على الجهه الواعره، ولكن انت كتشوف حنا كنشوفوا الخطر. حنا كنطالبوا من المسؤولين ومن هذا المنتدى الدولي اللي جاو عمل اجتماعات في المدينه العريقه العرائش على حسب المدن العتيقه بالاصلاح ديالها، فين هو الاصلاح؟ ديور انا راه الخطر كبير يبا ولا عباد الله، وحده راه هي انتحت، وهذه راه مره خطيره. انت كتشوف الاطفال كانوا كيدخلوا هنايا شحال من واحد ربت على ديك النار طاح لها يشتيتو هنايا. ودابا كنطالبوا من المسؤولين الله يجازيكم بخير مدينه العرائش وهذا المنتدى اللي عملتوه والاجتماعات اللي عملتو على المدن العتيقه القديمه، كنطلبوا ضروري تشوفوا لنا شي حل لهاد السكينه، شي كيسبب خطر على السكينه اخي. حنا كنطلبوا يجيو يريبوها ولا يطيحوها ولا يديروا لها شي حل ولا يرموها، اي شي حل ما يبقاش هادشي خطر. دابا كنا كطيح طرف الحجره اخي، حجره فيها كيلو حجره فيها جوج كيلو. نهار المره فلت الاولد على طريف من هنا كمشى ربي عمل حتى هو الخير، وكنسال الله تعالى وتبارك ان المسؤولين يتجهوا للدار ويشوفوا الحل الليله. وهذا الشيء هذا راه فين هي هاد المبادرات اللي تعطاو للمدينه العتيقه فلوس، وهاد الجمعيه وهاد المنتدى الدولي اللي جا وعطى المبادرات باش يصلحوا المدن العريقه. كنشوف انا الخطر باقي كاين في المدينه، وللاسف الشديد للاسف الشديد الصوت ما كيوصلش. حنا في الانتخابات ما نكذبش عليك، انا ما نصوت على حتى شي واحد الا ان يكون انسان كيخدم البلاد وكيعاون البلاد. بحال دابا انت نهار الانتخابات عاد تشوفهم هنايا بالعرم، حنا غنديروا لكم اقسم لك بالله كيجيو شنو كيبقى يقول لك حنا غنديروا لكم حنا غنصلحوا لكم غنعدل لكم قوه غنعدل لكم كذا، ما كيعدلوا والو، وكيقضيو الغرض ديالهم وكيدوزوا الاصوات لبعضياتهم وكيمشيو بحالهم. وحنا كنطالبوا فهمتيني كنخرجوا على الصمت ديالنا من هذا الضرر اللي هنا كاين، الاطفال ديالنا وليدات ديالنا صغارين كيلعبوا هنايا. هاد التصريحات اللي غادي ندلي بها اليوم على حسب الاراء والكلمه اللي عطاتها وادلت بها ساكنه مدينه العرائش وبالضبط المدينه القديمه. يمكن هاد الكلمه هادي بزاف ديال الناس ما غاديش تعجبهم، ما يعجبهمش الحال، ولكن استسمح من الجميع لان الحقيقه دائما كتكون مره. وبصفتي ابن مدينة العرائش ومزداد بالمدينة القديمة بالضبط، مزداد بالبحر مقابل مع الزاوية، وانا واحد من الغيورين على هذه المدينة هذه وعلى المدينة ديالي والحي ديالي القديم اللي هو بحر والقبيبات وكراريال والعديد من الاحياء بالمدينة القديمة. على حسب ما توصلت به من المعلومات من الساكنه ديال المدينه القديمه ان هذه الاحياء القديمه توصلت بالدعم جوج المرات. اللي كانوا مكلفين بهذا الدعم هادو يمكن على حسب المعلومات اللي عندهم جمعيتان الاحياء القديمه ومنهم المجلس البلدي. الرساله ديالي من هذه الفعاليات الجمعوية أو هاد المجلس البلدي القائم على الشأن العام، فين وصلت هاد الميزانية وهاد الدعم هذا فين وصل من ناحية ديال التطبيق العملي ديالو؟ كيف ما كيعرف الجميع، الصيف اللي فاتت في الأواخر ديال الصيف من أطيب خلق الله شاب باقي جون مات، طاحت عليه الدار ديالو، ومع كل الأسف الأرواح كطيح دائما بالمدينة القديمة، والسبب ديالها هو هاد الديور كيف ما كتشوفوا
هاد الديور القديمه اللي على حسب المعلومات اللي عندي من الحقبه ديال الاسبان وكاينه حتى اللي من الحقبه ديال البرتغال. اذا علاش ما تمش الاصلاح ديالها وفين مشات هاد الفلوس؟ راه ما يمكنش. اشنو لا قدر الله، انا شي بعض المرات كيراودني واحد التفكير كنقول لا قدر الله المدينه القديمه جا واحد الزنزال ديال واحد جوج درجات او ثلاثه درجات من سلم ريشتر، شنو غادي يوقع؟ دابا حنايا كنشوفوا غير الشتا ملي كطيح بزاف ديال الديور كيطيحوا، حاده كتساقط الشتا الديور كيطيحوا، ولكن الا جا الزنزال شنو غادي يوقع؟ ديك الساعات عاد غادي نبقاو هذا يمسح في هذا. جمعيات ديال المجتمع المدني طبعا غادي يتملصوا من المسؤوليه ومن حقهم، غايقولوا المجلس البلدي هو القائم على الشان العام، وحنايا مجرد اطراف في اللعبه السياسيه او في لعبه الحياه، اللي مطلوب هي على حسب الشكاوي ديال هاد الناس وعلى حسب الارواح اللي ماتت واللي طاحت، ما خصناش نزيدوا في الخسائر. كنتمنوا من هاد المسؤولين ديال مدينه العرائش القائمين على الشان العام واللي كانوا قائمين بهاد الميزانيه اللي توصلوا بها على حسب ما ادلوا به السكينه ديال المدينه القديمه، انهم يقوموا بالواجب ديالهم. هاد كيف ما كتشوفوا هاد الدار هادي، ها هي راها نقدروا نقولوا راه هي طايحه. الناس هنايا في الحي في القبيبات ما كيقدروش يخليوا ولادهم يخرجوا يلعبوا قدام باب ديورهم، ونورمالمون انا ولدي اولا بنتي غادي نخليها تخرج تلعب قدام الدار. دابا هاد الناس هادو ما كيقدروش انهم يخليوا وليداتهم يخرجوا يلعبوا قدام باب الدار، كيضطروا بانهم يخليهم يلعبوا في بلاصه واحده اخرى. يعني بحال اش غادي نقولوا، الكيل بمكيالين. الناس ما قادره انها تحضي ولادها، ما قادره انها تخليهم النهار كامل هما محبوسين في الدار، كضطر بانها تخليهم يمشيو يلعبوا بعادين من الدار. ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يحضيهم. لا قدر الله ان تقدر توقع بزاف ديال الاحداث اللي يقدروا يوقعوا لهاد الوليدات هادو صغارين. اذا على من عارهم؟ علاش حنايا هاد المسؤولين هادو ما يقوموش بالدور ديالهم؟ ونتمنى هذا الميساج هذا يكون مفهوم من طرف السلطه المحليه ومن طرف الفاعلين الجمعويين اللي عندهم يد وطرف هاد الاصلاح ديال المدينه القديمه، وجزاكم الله خيرا. هاد الناس هاد الدار هي ضروره علينا، هاد الدار ضروره علينا بزاف بزاف، وعلى وليداتنا وعلى وليدات جيراننا، وحنا عينا ما نصوروا، عينا ما نصوروا، عينا ما نهضروا مع الصحافه، وتا واحد ما عطانا شي وقت. دابا الله يرحم الوالدين عطونا وقت على هذا الخطر اللي علينا، خطر علينا في الشتاء وفي الصيف، ماشي عارف الشتاء دابا حتى في الصيف كنقولوا دابا يسخن هذا الشيء ويهود علينا. دابا الله يرحم الوالدين لما ديروا لينا شي تاويل تاع الخير. واش بغيتونا تنموتوا عادي تموا جايين يجريوا حنا عينا ما نديروا في الاوديوات، عينا ما نهضروا مع الصحفيين، عينا ما نهضروا، وما عرفناش شكون اللي كيمحي هذا الشيء وشكون اللي كيحيد هذا الشيء. ما عطانا وقت القيد، ما عطاتنا وقت بلديه، دابا في غادي نمشيو حتى نموتوا ولا متنا ذنوبنا عليهم. الا متنا وقعت لنا شي حاجه الله يجعل ذنوبنا في رقبتهم تا غدا قدام الله، لا سماحه لا غفره ليهم على هذا المنظر اللي كنعيشوا فيه، لا حنا ولا هاد السكان كلهم اللي دايرين هنا. حنا بعدا في الخطر، حنا اكبر انسانيين في خطر حنا وهاد الناس. الله يرحم الوالدين لما ديروا لنا شي تاويل تاع الخير، الله يرحم لكم الوالدين، رحنا غير مسلمين. وعاش الملك، عاش الملك، عطينا الحقوق ديالنا، ولكن المغاربه خوتنا ما عطيناش حقوق. الملك عاش الملك، لا يخطينا الملك ديالنا، الله يعطيه صحيحته، الله يعمر بيه يخليه لينا. ولكن هاد المسؤولين ما عطاوناش وقت، ما عطاونا حتى شي حاجه. دابا الله يرحم الوالدين، راه بنادم راه في خطر هنايا.